انها تعالى او حاجه دي هيستلم الدي كير، او لو هو انبيشنت هيدفع زي ما قلنا يونت دوز للانبيشنت، سيبالي الانبيشنت يسلم للضمير ويعرف مع الطبيب مع الشعب. الانبيشنت نفسه يكون فيه ان انا اضمن زباله السلعيه ان انا النهارده اقدر العيان طالع من عندي فيها كل حاجه هيديها بتاعه خلاص، ولو عايز يسال اي حاجه يقدر يسال. ففي كذا كاونسلنج روم 1 2 3 4 عشان في الاخر دي اهم خطوه، دي لو العيان طلع من هنا في حاجه مش فاهمها هياخد دواء غلط. فلازم من الحاجات المهمه قوي ان هي ايه؟ تعمل صح كاونسلنج من الحاجات المهمه. هم قاعدين بيعملوا ايه هنا؟ ده دلوقتي هنا ظهر له اوردر من صيدلي العياده او صيدلي الدور يبدا يراجع عليه على السيستم، احنا سافرين في سيرنر او مسك اللي هو ميديكال انفورماتيك 7 كيدز، يبدا يراجع عليه ويطبع عليه من العيان بعد كده بعد ما يتاكد ان في حاجه يتكلم صيدلي العياده او الصيدلي اللي بعت الاوردر كان كان فين هو. وبعد كده عندك اي ليبل موجود؟ ماشي، ده بس شكل الليبل اللي بيتبع العيان، بيبقى اسم العيان الدور اللي هو فيه ايه، ايه الدواء ده مثلا، ده حاجه كيماوي دي سوتريكسيت تمام، ايه الدواء ده عباره عن ايه، لو هو قرص هيبقى كام قرص، بياخد قرصين كل 12 ساعه مثلا كذا، احسب المده هي بعد الاسبوع، هو بياخد قرصين في اليوم يبقى صرف له 14 قرص ياخدهم ده لو اول بيشن. طب لو ام يبقى يصرف له قرصين النهارده بس اللي يكفروا له ال 24 اورز اللي هو بياخد كل 12 تمام. طيب ايه ده الجهاز المربوط بجهاز الرو اللي هو الاوتوميتد ديسبنسنج سيستم، دي زي ما قلنا هو مجرد ما الصيدلي بيدي الاوردر بيبدا الجهاز ده يحضر الاوردر للصيدلي اداه عن طريق روبوت، او زي ما انتوا بصيتوا في الشاشه اللي هناك دي خلاص، لو انتوا بصيتوا في الشاشه اللي هناك دي في ارم اهي بتتحرك، شفت الارم دي، بيبدا ياخد الرفوف ياخد الدواء ويبدا يحط الادويه وينزل بعد كده العلاج ده من خلال